بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بتقدم باسم الشكر لدعوه سعاده الدكتور حسن راتب ليا. هتكلم مولانا كحرفي. كلنا عارفين طبعا يعني مولانا ده امام القرن وكداعيه، اما كحرفي انا بقى ايه لاحظت في ما فيش حرفه الا يفهمها اكتر من الصنع نفسه. مثلا اول حاجه ما كان يجي عندي في المصنع افاجئ، اول حاجه هو اللي كان يفصل القفطان بتاعه والطاقيه بتاعته بنفسه، يقوم جايب الباترونيست افاجئ، يقوم جايب مثلا المترو وكل حاجه، يقوم عامل جايب برجل عشان يعمل الدوران بتاع الطاقيه، ويقوم قال لي لازم نقصها دي بالورب. انا يعني ازاي قبل حاجه نسيت حاجه، قبل اي حاجه كان القماش لازم يغسله، يعني عشان ايه لما يجي يشتغل ما ينكمش ما يكتشش والكلام ده. لما كان بيعمل الشقه بتاعته فوجئت مثلا مع النجار ابو، يعني الاقيه حافظ كل نواحي الخشب، لدرجة لو حد زر بيت مولانا في اسكندرية هو راسم باب زان إعجاز. ومتشكر جدا وإلى اللقاء إن شاء الله.